بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد. شو حلوة أغاني الميلاد، وأكيد إن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب بالصحة والعافية. والحمد لله عم نشوف نوعا ما سفوح الجبال عم بتكون بيضة، يعني إن شاء الله بيكون ميلاد أبيض على الجميع يا رب. وأكيد اليوم 25 كانون الأول ديسمبر 2014 مع يوم عيد الميلاد اللي إن شاء الله بيحمل كل الخير للجميع، للكبار والصغار، والصحة وراحة البال والبحبوحة وكل شيء بتتمنوه. وأكيد يا رب خاصة فيما يتعلق بلبنان إن شاء الله بيفك أسر كل المخطوفين العسكريين الموجودين حاليا، وأكيد يا رب يرجعوا على ديارهم سالمين، وكل المؤسسة العسكرية الله يحميها ويحمي الجيش اللبناني. وإن شاء الله يا رب أيضا لبنان مع بداية العام الجديد يبصر كرسي رئاسي جديد مع رئيس جمهورية بيستحق يكون على سدة الرئاسة، وأيضا هو أكيد يقدر يستلم القيادة بلبنان لحتى نقدر نشوف أيام أفضل إن شاء الله يا رب. لأنه كل سنة بنقول إن شاء الله السنة اللي جاية بتكون أفضل، نعرف دايما لبنان مليء بالأكشن وبدل في أمور كتيرة بتعرق له مساره، بس دايما نحن بنعرف حالنا قديش عنا حب الحياة وعنا سر موجود بداخل كل شخص بهالشعب اللبناني، إن شاء الله يكون موجود بلبنان أو بكل أنحاء العالم بيقدر يخلينا نقوى ونرجع نقدر نوقف على إجرينا. اليوم بمحطتنا العالم الصباح، لأنه اليوم عالم صباح مثل ما لاحظتوا رح يكون قصير أكيد من بعد قديس العيد اللي إن شاء الله بيكون مجيد للكل، رح نكون معكم هلأ لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. واليوم معنا 2 شفية ستات من ومن تو ومن سكسس، بنرحب فيهم، سهيلة عيتاني وأيضا معنا ماري طراف. صباح الخير سهيلة وماري، وينعاد عليكم يا رب. صباح الخير، خلينا إياك وينعاد على الجميع. أهلا وسهلا فيكم. اليوم شو رح تحضروا لنا أطباق؟ بالنسبة لليوم رح نحضر جيجو عفريكي وفي له طبق مرافق هو خضرة سوتي، حده يلي بحب السوتي بيضيفه يوم. فإذا رح ننتظر طبقين وسلاد، وكمان رح نعمل باذنجان متبل مع الرمان حامض. أوه عظيم لك. فإذا كل الستات البيوت ينتظروا اليوم لحتى يتعلموا هالأطباق من ستات بيوت أيضا ضمن إطار Women to Women Success. رح نبدأ محطات عالم الصباح أكيد مع أول محطاتنا واللي هي الأبراج مع كارمن. صباحكم بالخير، اليوم خلينا نشكر شعبنا الأول، ينعاد عليكم عيد ميلاد مجيد، وإن شاء الله تكون دايما أيامكم حلوة وتنعاد عليكم بالصحة وبالعافية. اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الدلو، والاجواء اليوم رح تكون حلوه للابراج الهوائيه موالي برج الدلو الجوزاء وايضا الميزان. فكيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدا مع اول برج برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل نهار نشيط، نهار سريع، نهار حلو بتتفاعل معه مع الناس، مع اهلك، مع احبائك بطريقه ايجابيه وسلسه. وبعتبر المولود الاكثر حظا بعده 2021 و22 اذار مارس. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور بتلاقي حالك اليوم مسؤول عن عمل ما، عن مشروع ما، او بتلاقي حالك جزء من مشروع وضروري انك تتحمل جزء من المسؤوليه. الاجواء كثير حلوه وبتقدر تتميز كثير عن غيرك. وبعده الاكثر حظا مولود نيسان ابريل 3 4 5 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء نهار حلو، جيد، فرح، مرح، وفي تسليه. هيدا نهار بخليك انه انت تكون نوعا ما الدينامو باي محيط، وبالتالي حاول انك انت تخوض هالتجارب، حاول انك تكون متواجد وما تختفي عن الانظار. وبعتبر الانشط نسبيا رح بيكون مولود شهر حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان نهار جيد اذا انت ما كثير لحقت التفاصيل، يعني ما تقعد تدقق بالاخطاء او بكل شغله بشغلتها، اترك الامور مثل ما هي وحاول انك تمشي معها وتتفاعل معها بطريقه حلوه. اسلوبك اليوم هو اللي بيقرر كيف رح بيكون نهارك. وبعتبر المواليد الاكثر عرضه لبعض التعب هن 21 ل 25 حزيران يونيو. ننتقل لبرج الاسد. حاول مولود برج الاسد ما كثير تتفلسف اليوم، خلي نهارك يمرق بهدوء، اترك حتى لو شفت شيء غلط ما عليه، ما تلفت له الانظار. اليوم نهار مكهرب شوي فما بدنا نزيده، وبالتالي حاول انك تطنش بيكون افضل. وبعتبر الاكثر عرضه للمشاكل 3 ل 8 اب اغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء نهارك اليوم في شغل كثير، تحس حالك عم تركض عم تركض عم تركض فقط لإسعاد
أهلك وأحبائك وولادك والناس القريبة منك. يعني اليوم في ركض، وبالتالي حط حالك بالجو لحتى ما تنرفز وتعصب وتنزع الجو من حولك. ولكن بيبقى المولود الأنشط والأوفر حظا 23 ل 28 آب أغسطس. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان، انت يلي رح تعمل الجو الحلو اليوم بالبيت بالمكتب وين ما كنت. الاجواء اليوم ايجابيه حلوه وجيده، وبتسمح لمولود برج الميزان يكون الدبلوماسي اللامع. اليوم شمسك تشرق بقوه، وبعتبر المولود الانشط نسبيا هو مولود شهر اكتوبر تشرين الاول. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب، يمكن انت تنزع اليوم، فطول بالك، بعد عن المشاكل خاصة مع أحبائك. إذا أنت مزعوج ومتضايق، خذ وقت لحالك حتى ترتاح وتاخذ نفس عميق، وبعدين تدخل للجو. الأجواء متقلبة خاصة مع أقرب الناس لإلك، وكون حذر، بعد عن المشاكل، وما تخلق شيء من لا شيء أو تعمل من الحبة إبة. 21 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس، انت اليوم شخص دينامو، تتفاعل بقوة بطريقة سلسة إيجابية ونشيطة. اليوم مولود برج القوس، انت الشخص المساهم أكثر بتوليع أي جمعة، وبالتالي نهار إيجابي حلو، والكل لازم يدور عليك ويكون حدك. الأكثر حظا 4-5 كانون الأول ديسمبر. منكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي اليوم نهاره حلو، نهاره مفرح ومثمر، تنبسط والناس اللي حولك كمان بتنبسط فيك بطاقتك الحلوة. أنت اليوم شخص كريم وشخص معطاء، يمكن من خبرتك، من محبتك، من اهتمامك، كل هالأمور بتخلي اليوم مولود برج الجدي شخص لافت للأنظار. والأكثر حظا 2-9 كانون الثاني يناير. نوصل لبرج الدلو. مولود برج الدلو، أنت اليوم شخص صاحب قرار، أنت شخص قادر أنه يقرر أو ما يقرر، قادر أنك تتفاعل بطريقة مختلفة أو بطريقة عادية. المهم اليوم مولود برج الدلو شخص قادر أنه يكون عنده خطوات حلوة بناءة، وأيضا منا كتير جريئة أن تزعج الآخر. في شيء جديد يتطور اليوم بالنسبة لك. أما إذا كنت من مواليد 1-6 شباط فبراير، سوء عمهلك وبعد عن المجازفات كليا. نوصل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت، أحلى شيء بتعمله أنك تكتفي بالموجود. يعني اليوم ما بدنا ننق، لأنه اليوم معقولة تنزعج، تتشكى، تتبكى، ما في شيء على ذوقك. معلي، انبسط بالموجود. القناعة اليوم حلوة، هيك بتنبسط وغيرك بينبسط والكل بيضلوا مبسوط. لكن إذا عندك حجوزات، إذا عندك سفر، انتبه، أكد عليهم، لأنه معقولة توصل مأخر. الأقل حظا 24-25 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، سنة كتير حلوة بانتظاره، سنة فيها تقدم على الصعيد المادي والأرباح، وأيضا على صعيد المعطيات الشخصية، يعني من مؤهلات، من خبرات، وأيضا من شهادات. كانون الثاني يناير، أيار مايو، أيلول سبتمبر، هني أفضل أشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. ماري كريسمس للجميع. باي باي. متابعين معكم بعالم الصباح، وسؤال اليوم على الفيسبوك متعلق بفقرة تانيا. وخلينا نحكي اليوم، سؤال بيقول كيف بتعبروا عن حبكم وكيف بتقولوا بحبك بكل الطرق وخاصة بفترة الأعياد. هذا السؤال اليوم على الفيسبوك، فيكم أكيد تطرحوه وتتابعوا معي من هلأ لغاية الساعة 1 على صفحتنا. وأيضا فينا ناخد بعض الأجوبة كمان من إجاباتكم لحتى نتشاركها مع تانيا بفقرة خلينا نحكي. ومنا في ريناس عم بتقول انه لو فيها الناس اللي تعبر عن حبها بتحب، بتحس بشخص من نظره عيونه. ورانا عم تبعت لنا هذا الكلام من ليبيا. ايناس اوقات بتقول انه الحب بيكون بتعامل الصادق ومش بالوعود الكاذبه، حتى لو كانت بامور بسيطه. راح اتابع اكيد انا بتعليقاتكم، وبعد شوي كمان مع تانيا بخلينا نحكي. انتم خليكم معنا.